صباح الخير يا هايدي. صباحك يا ليلى، كيفك اليوم؟ تمام، وانت كيف؟ الحمد لله تمام ان شاء الله دوم. وصباح الخير لكل الاشخاص اللي عم يحضرونا، نهار جديد يا رب يحملكم الخير الصحه والرزق وراحه البال. اكيد بدايه يومنا لازم نبدا بالطاقه الايجابيه والتفاؤل والامل، لانه لما بنبدا يومنا بقليل من الطاقه الايجابيه والامل والتفاؤل وننسى كل شيء صار معنا بالامس، اكيد رح ينعكس هذا الشيء على مزاجنا، يتعدل مزاجنا كل يوم، واكيد هذا الشيء بيساعدنا على تحقيق اهدافنا وعلى الاصرار على التحديات. دائما نواجه التحديات والصعوبات اللي بتواجهنا، هذا الشيء اكيد بينعكس علينا دائما، لانه وقت اللي بدنا نفكر بالشيء اللي صار معنا بالامس رح يضل يومنا يمرق نفسه نفس اليوم اللي قبله. بنهاركم مليء مشاهدينا بالصحه وراحه البال والطاقه الايجابيه وايضا التفاؤل. مشوارنا الصباحي بلش في فقراته العديده والمتنوعه، مشوارنا رح نناقش كثير من الفقرات المتنوعه مع ضيوفنا الاختصاصيين مثل العاده. يا هايدي سعد صباحك، يعني صباحك وصباح الطاقه الايجابيه يا ليلى، واكيد والابتسامه اللي لازم نبلش فيها دائما صباحنا كرمال ينعكس هذا الشيء على بقيه نهارنا. صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه من وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وصباح جديد واكيد اسبوع جديد، وان شاء الله يا رب امنياتنا دائما لكم انه يحملكم هذا النهار كل الخير والصحه والرزق وراحه البال. واكيد مشاهدينا بنترافق معكم لمده ساعة ونص من الوقت بالعديد من الفقرات المتنوعة، إن شاء الله يا رب نكون خفاف على قلوبكم ونقدم لكم دايما المعلومات اللي بتهمكم. خلونا نطلع سوا لفاصل صغير ونرجع لنبلش صباحنا غير لليوم. العديد من المحطات بانتظارنا، لكن بداية رح نترافق بجولة على أهم الأحداث اللي صارت مثل هاليوم بالمادة التالية، بنتابعها سوا. اليوم 4 أيار، كثير من الأحداث تسجلت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بعام 1812 إيطاليا تحتل جزيرة رودوس الواقعة في البحر الأبيض المتوسط. بعام 1814 نابليون بونابرت يصل إلى منفاه في جزيرة إلبا. بعام 1904 بدأ حفر قناة بنما. بعام 2018 الأكاديمية الملكية السويدية تقرر تأجيل جائزة نوبل في الأدب لعام 2019. من الوجوه يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1923 عاصي الرحباني موسيقي ومؤلف لبناني. ومن الوجوه يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1991 الموسيقار محمد عبد الوهاب مغني وموسيقي مصري. 4 أيار من كل عام هو يوم المرور العالمي وعيد رجال الإطفاء العالمي. وأكيد من روزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم مع مجموعة من المعلومات الغريبة والمنوعة اللي عم تكون دائما موجودة ضمن صباحنا، خلونا نتعرف عليها سوا مشاهدينا وراجعين. هل تعلم أن الإفراط في استخدام الموبايل يؤدي إلى جفاف العين والتأثير على صحتها؟ وهل تعلم أنه عند قياس ضغط الدم يجب عدم شرب القهوة وذلك للحصول على قياسات سليمة ودقيقة؟ وهل تعلم أيضاً أن كل زر من أزرار يد الإكس بوكس المصمم بشكل يستحمل أن يتم الضغط عليه 3 مليون مرة؟ وأخيراً هل تعلم أن مسك الأيدي وحضن من تحب يخفف من الآثار الجسدية والنفسية السلبية؟ أما هلا مشاهدينا رح نروح لأول تقاريرنا لليوم ومن محافظة اللاذقية. افتتاح بطولة الجمهورية للعبة الشطرنج في اللاذقية، لعبة الذكاء والعقل اللي بتجذب الشباب بأعمار مختلفة ضمن بطولة الجمهورية للشطرنج، منتابع سوا هذا التقرير. لا مكان للحظ في لعبة الذكاء والعقل والتي تجذب الشباب بأعمار مختلفة ضمن بطولة الجمهورية للشطرنج في اللاذقية. البطولة في إلها ميزة أنه أول مرة بتشارك فيها جميع المحافظات منذ أكثر من 15 سنة،
هذا بيعطي إلى طابع خاص شمولي، وعودة الرياضة السوري إلى كل المحافظات والمناطق في سوريا. الشطرنج، رقعة الشطرنج تعكس سلوك اللاعب بالحياة، سلوك الشخص بالحياة، وبالتالي فينا نقوم نقاط سلبية فيه كتيرة، ممكن تكون كتيرة عن طريق لعبة الشطرنج، باكتشاف خفايا النفس البشرية من خلال اللعبة. لعبة كتير رائعة. ثقافة الشطرنج أنه تستوطن في مدارسنا لما لها من فوائد، يعني على إمكانيات الطلاب وعلى سلوكهم وعلى تكوين النفسي والتربوي والعلمي. والحمد لله أنتم شايفين البطولة عرس وطني في الدرجة الأولى، عرس رياضي. المستوى اللاعبين والأطفال أقوياء جدا، يعني صاروا بنتيجة الاحتكاك المتكرر بين بعضهم عم تفرز أبطال للجمهورية إلى المستقبل واعد. في أي مثل أي رياضة بحاجة إلى داعمين. نخبة المحافظات واللي عم يعملوا تمايز بين بعض، إن شاء الله النتائج بتعطي الأفضل مشان نمثل البلد أفضل تمثيل. البطولة تشهد 280 مشاركا من مختلف المحافظات السورية. كانت قوية، الخصم كان قوي كتير، وأنا لعبت منيح وصح خسرت، بس أنا مبسوطة لأنه استفدت كتير. يعني بطولة حلوة وفيها ندي، وشفنا أصدقائنا من محافظات تانية وشفنا بعض وانبسطنا، وأكيد نحن ما بهم من بيطلع بطل لأنه كلنا أبناء محافظة واحدة. وكان منافسة حيل قوية وممتعة، تنافست بقوة وهزمت، إن شاء الله أفوز بالمرات الجاية. لك هلا أنا بطل حلب فئة العشرين سنة، وهي ثالث سنة منشارك اللعب، السما خلصناها هلا هي أول جولة. على مدى 4 أيام تستمر البطولة وسط منافسات قوية، ليكون التركيز العالي هو السبيل للفوز والنجاح. يا صباح الخير عن جديد، رح نبدأ بأولى فقراتنا التربوية والتعليمية، وأكيد مستمرين بتقديم الفائدة والمعرفة لكل طلابنا طلاب الشهادات الأساسية والثانوية يلي عم يتحضروا لامتحاناتهم. يعني أيام كتير قليلة، لازم نعرف كيف نستغلها بشكل صحيح، وقدي مهم الأهالي يقدموا الدعم النفسي والمعنوي للطلاب بهي الفترة. تفاصيل كتير مهمة يا ليلى، يمكن إذا كانوا الأهالي عندهم أول شهادة بالبيت وأي معلومات وتفاصيل يمكن ما ينتبهوا. صحيح يا هايدي، وكتير بيصير حالة من التوتر بالبيت. صحيح. بين الأهل وبين الطالب، يمكن أحيانا بنشوف الأهل متوترين أكثر من الطلاب. لكن اليوم رح نحكي عن أفضل الطرائق للحفظ والتركيز، وخصوصا للطلاب اللي بيعانوا من صعوبة في الدراسة في الحفظ والتركيز، واللي كمان بيعانوا من حالة من التوتر اللي بتصير معهم فترة الامتحانات. في كتير من الطلاب يقولوا نحن مخلصين هاي المادة بدنا نرجع نعيدها، يمكن هاي حالة التوتر اللي بتصير معهم إنه نحن حسينا حالنا نسيانين هاي المادة. صحيح. اليوم كتير من النصائح رح نقدم لكم إياها مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستديو ربا خضور، أخصائية في طرائق التعليم وتطوير المناهج. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا فيكي بجدك معنا لليوم. عم نحكي عن موضوع كتير مهم، وفعلا أيام كتير قليلة تحديد مصير لطلاب الشهادات. خلينا نوضح بداية شو هي الطريقة الصحيحة للدراسة، خصوصا إنه نحن اليوم عنا فروقات فردية بين الطلاب. شو الطريقة الصح اليوم لحتى يدرس الطالب بشكل أفضل؟ طبعا هالايام انتشر البرامج بين الطلاب، يعني مثلا لما الطالب خصوصي هالايام بتحضر لفتره الامتحانات بيكون عم يستنى وقت الامتحان، تلاقي في برنامج مثلا عملوا له كوبي لكل الطلاب انه هذا تتبعه، بتفيق الساعه كذا، بتستريح الساعه كذا، عندك وقت الاكل هيك، وقت النوم هيك. ولكن انا برايي انه هذا الكلام ما بينطبق على جميع الطلاب، مثل ما حكيتي هلا حضرتك في فروقات فرديه. تمام. بين الطلاب، وكل طالب عنده ساعه بيولوجيه، يعني عنده بهذا الوقت ممكن يكون بالحد الاعلى من التركيز، ممكن يكون الصبح، ممكن يكون الظهر وطالع. تمام. ممكن يكون بالليل، كثير متفوقين بحبزوا الدراسة بالليل، ولكن نحن نحكي عن المحبز بشكل عام أنه الدراسة تكون الصبح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، ومثل بالإنجليزي بيقول early to bed early to rise make a man healthy wealthy and wise. فبالتالي المحبز
انه يفيق الطالب بكير ويبلش نهاره بكير، بس بشكل عام خليه يراعي الساعة البيولوجية تبعه ويحط برنامج يتناسب مع طبيعته. في عنا منطقة بالمخ اسمها نواة التأقلم، سوبرا كياماستيك نيكليوس، هي النواة هي اللي بتحدد له ايمت بالضبط بيكون بالحد الأعلى من التركيز. فالفكرة من الطريقة أو البرامج بشكل عام أنه يكون أنا قاعد مركز ما عندي عوامل تشتت، وأسأل حالي أنا شو أنجزت خلال وقت التركيز يلي حددته لحالي حتى أدرس. تماماً، ومثل ما ذكرتي أنه في أشخاص فعلاً بيحبوا أنا بركز بهذا الوقت بالليل، في أشخاص ما بيقدروا يركزوا غير الصبح، في أشخاص يمكن بوقت الظهر حسب كل شخص. خلينا نحكي اليوم عن هل في طرق معينة فعلاً يمكن الكثير من الطلاب بيعانوا من حالة التوتر والتشتت اللي بتصير معهم، أو في منهم بيقول يمكن ساعة أو ساعتين وقف نص ساعة أو ساعة متواصلة وقف خمس دقائق. خلينا نحكي عن هدول القصص أكثر. تماماً، بطرائق التعلم والتعليم بشكل عام والتدريس في عنا طريقة شاعت خلال الفترة الأخيرة، طريقة البومودورو. هي طريقة بتقول للطالب أنه أنت حدد لحالك عير الساعة 25 دقيقة واكتب على ورقة صغيرة أنت شو بدك تأنجز بها 25 دقيقة. بجوز يقول أنا بدي حل ثلاث مسائل أو بدي أحفظ مثلا هذا الدرس خلال 25 دقيقة، وفعلا بيكون مقتنع من جواته أنا عندي حالة تشالنج، تحدي أنه أنا بال 25 دقيقة بدي أنجز المهمات اللي كتبتها، وبيعير الساعة. بعد ال 25 دقيقة بتوقف الساعة وبيعطي لحاله خمس الوقت اللي هو خمس دقائق. هلأ هو لو استمر على هالطريقة بلاقي انه اذا مثلا 25 دقيقة استراحة 25 دقيقة استراحة 25 ضرب 400 دقيقة بلاقي حاله قديش انجز. اما طالب تاني درس 100 دقيقة وممكن يشوف شو انجز، شافوا بالإحصائيات وبطرائق التعليم والتعلم انه يلي اتبع هاي الطريقة 25 بخمسة انجز اكثر من يلي قعد 100 دقيقة وبعدين لاستراح. فالفكرة انه انا بهال 25 دقيقة اكون مسجل المهام يلي بدي اخلصها، بكون بحالة تحدي مع ذاتي وبسأل حالي بالاخير انا يا ترى انجزت او لا. في عنا طريقة تانية اللي هي المايند ماب، طريقة الخرائط الذهنية. بيكون عندي درس، بيكون في عندي فكرة وفي عندي أفكار متفرعة عنه، هي أو مثلا على مبدأ شجرة العائلة تري، بيكون في عندي أساس وتفرعات وكل تفرع له تفرعات إلى آخره. دائما بعلم التعليم والتعلم بيقولوا إنه المخ ما بياخد التكست هو النص هيك مثل ما هو وبيحطه بالدماغ، دائما هذا النص بده يتحول لصور، هي الصور هي اللي بتقدر هو اللي بيقدر الدماغ يكون ذو ألفة معاها. الطريقة كمان الثالثة هي طريقة الكيوردز، كلمات مفتاحية. يعني أنا عندي نص أو عندي درس أو عندي مقطع معين في كلمات مفتاحية بحطها على جنب، من خلال الكلمات المفتاحية أنا بستذكر شو في بالنص أو شو في بالدرس. أخيرا في عندي نماذج الأسئلة والأجوبة، كمان لما بيكون عندي نص أو شيء مقرر إلي بدي أدرسه يفضل أني حوله لطريقة أسئلة وأجوبة لحتى أخذ أكبر ما يمكن الاستفادة من الطريقة اللي أنا اتبعتها. يعني ذكرتي طرق كتير مهمة لحتى يتحفز أكثر اليوم الطلاب على الدراسة بوقت الامتحانات، واللي أكيد بتختلف من شخص للتاني. طيب حكينا عن إذا فينا نقول النجاح الدراسي، إذا بدنا نقول الفشل الدراسي نحن شو نقصد فيه اليوم، شو أسبابه، خلينا نتعرف عليه أكثر. تماماً. هلأ بعلم التنمية البشرية والطاقة الإيجابية، هلأ حضرتك ذكرتي عنا ببداية التقرير، ما في شيء اسمه فشل، في شيء اسمه تعثر. التعثر الدراسي بيجي بالمعنى بشكل عام هو عدم قدرة الطالب على تحقيق الحد الأدنى من النجاح، هي الطالب تعثر ما حقق. ولكن أنا بدي روح لميول الطالب، الطالب أنا شو بيحب. في طلاب كتير بالمدرسة ما بتنتج، بالقطاع العملي بتنتج. يعني عندي طلاب مثلا بالمدرسة ما بيحبوا هيك طبيعتهم هن، بتقولي لهم مثلا عطل دولاب السيارة برا اطلع شوف ليها، خلال كم دقيقة بيجي بيركبه، خلال كم دقيقة ممكن يفتح من قدام ويشوف شو القصة. فهذا ما فيني اقول عنه متعثر، ما فيني اقول عنه فاشل، هذا الشخص بينجح بمكان اكثر من مكان. صحيح. فبشكل عام الفشل هيك ما في شيء اسمه فشل، في شيء اسمه تعثر بمجال ما.
تعثر بجانب اليوم معين. هدول الطلاب بيقعوا بكثير من المشاكل وخصوصا الاهالي، يعني لا بدك تدرس، يعني يمكن دائما نحن بنقول كل شيء بيصير بالاجباري الا الدراسه، لكن اي اهل بيحبوا يشوفوا ابنهم من انجح الناس. اليوم نحن شفنا فعلا انه هو مو حابب هذا الشيء، بس نحن بدنا اياه يدرس لانه شايفين مستقبله بهذا الشيء. يمكن في طرق تحفزه او تساعده على الدراسه بعيدا عن الاجبار، ممكن في هيك حالات تتغير؟ طبعا اهم شيء الاهل ما يحسسوا الطالب انه حبهم مشروط له بهيدا التحصيل العلمي. بالاخير لازم، في مقوله باللغه الانجليزيه بتقول don't judge a fish from its ability to climb a tree، ما تحكم على السمكه من خلال مقدرتها انه كيف بدها تطلع على الشجره. السمكه ما بتطلع على الشجره، السمكه محلها بالمي. فدائما خليهم ينتبهوا الاهل انه في عندي ميول، هي الميول ركز عليها مع اقناع الطالب انه هلا ادرس فتره امتحانات، فتره تحصيل دراسي، حس أكثر ما بتقدر عليه. أنت مو شرط، خصوصي طلاب الشهادة الثانوية بحس الطالب حاله أنه الأهل متوترين إذا ما طلع له الفرع المعين. طيب ما بيصير كمان الأهل يحطوا ابنهم ضمن هذا الظرف النفسي لحتى يقلق ولحتى ما يعرف يركز أصلا. فالهدف الأساسي أو المطلوب من الأهل لحتى نتجاوز موضوع التعثر ونطلع بالمستوى لأعلى ما يمكن من قدرات الطالب، أنه يحسسوا بالطمأنينة، دائما يكونوا حواليه سند مو ضد. لازم دائما يحسسوا أنه شو ما أنت طالما عم تدرس عم تتبع الطرائق يلي متبعة أو الطرائق الصحيحة، فماشي الحال. النتيجة نحن منناقشها ومنحاول النتيجة نستخدمها لحتى تكون لصالحك بالمستقبل. فدائما الطمأنة، النقاش، الحوار، الجو الهادئ للعائلة هو أكبر دعم وسبورت للطالب. واليوم يمكن المواد الدراسية صعبة وكثيفة على الطلاب، بتلاقي يمكن بيخف عندهم التركيز وبيقولوا لك أنا ما عم بقدر ركز، ما عم بقدر أحفظ. خلينا نعطيهم هيك طرق أو نصائح اليوم كيف ممكن يزيدوا التركيز، يعني بعيدا كل البعد عن التشتت والتوتر اللي ممكن يرافقهم خلال هي الفترة. طبعا مفاتيح النجاح هي مثل ما قلت التنظيم وسؤال النفس أنا شو أنجزت. كمان النظام الغذائي كتير مهم، يعني في أغذية معينة لازم يعتمد عليها الطالب. هلا طبعا تختلف الظروف المادية خصوصي بهالأيام، ما فينا نقول إنه كل الطلاب لازم يأكلوا لوز لأنه في حمض الفينيلألانين، بس في كمان بالمقابل أغذية ممكن تكون الأهل قادرين عليها بشكل عام، خصوصا مثلا الليفي فيجيتابلز، الخضار المليئة الغنية بالألياف مثلا، مثل ما حكيت اللوز، الشمندر كمان في مادة اليوريدين بتحفز على التركيز. في عندي نظام غذائي متوازن لازم يكون، نظام كمان يومي متوازن مثل ما قلت حسب طبيعة ساعات الطالب النوم كمان. تمام التركيز، ولا مانع من عدم حرمان الذات من الملذات اليومية. مثلا إذا في زيارة بدهم يروحوا عليها الأهل لفترة معينة، ما في مانع الطالب اللي عنده امتحان انه يشارك الاهل، او مثلا اذا ضيف جاي ما فينا نقول له للطالب لا تفوت تقعد مع الضيف انت عندك دراسه. تمام سحب التليفونات ضروري التخفيف، يعني انا مثلا ما فيني ادرس احط التليفون جنبي وكل ما طلعت نوتيفيكيشن انه هذا حط بوست هلا لنشوف شو حاطط. تمام. او مثلا بشكل عام اي شيء صار على الفيسبوك او على الانستغرام بدنا نتابعه. يفضل انه الطالب لما يدرس يكون بعيد عن تليفونه لحتى يقدر يركز، يكون بعيد عن كل عوامل التشتت يلي ممكن تاخده من جو الدراسة. يمكن لازم نعطيهم يعني مثل نفس النظام الدراسي أو عدد ساعات الدراسة، أنه وقت للتليفون، أنه هذا يمكن بوقت الاستراحة أنه هذا التليفون لك. هلأ نحن إذا بدنا نروح لنقطة كتير مهمة، فترة المراجعة الطالب بيكون مخلص المنهاج هو والأهل، في منهم كتير يعني بيكونوا رجعوا في مرحلة التسميع، أنا مخلص هاي المادة رجعت أنا نسيانة، في منهم لا بيلاقوا حالهم أنه لساتهم مركزين، شو السبب؟ هل السبب الأساسي من طريقة الحفظ الأساسية؟ هو ايه طبعا، هلا طريقة الدراسة الأساسية مؤثرة جدا. يعني دائما الطالب يفضل انه شو ما درس، مثلا انا خلينا نقول مثلا عندي انا 100 صفحة بدي ادرسها، اذا درست اول 25 صفحة يفضل انه ارجع عيد من الاول. يعني دائما الإعادة والتكرار، يعني وصلت لل 50 صفحة ما بقول انا من الواحد للمية بروح على الصفحة 80، ما بكون مراجعة مثلا من الصفحة 1 لصفحة 10 كذا مرة، دائما وصل لمرحلة معينة ارجع عيد من الاول. بداية الدراسة بشكل عام لما انت بدك تاخذ كورس لتدرسه ما تبلش من صفحة واللي بعدها واللي بعدها، اول شيء اعمل حالة سكيمينج مثل
واحد عم يقرا الجريده. اول شيء ما بيقرا صفحه سطر بسطر بسطر، بيفتحها كلياتها بيشوف شو في عناوين، بصير عنده familiarity with the paper، بصير عنده احساس تجاه هذا feeling، يعني بصير عنده احساس تجاه الشيء اللي عنده. فعنده حاله skimming بالبدايه، هي كثير بتعطيه ادراك انه انا شو بده يمر علي هلا ولا بعدين، والمراجعه انه انا شو ما درست بدي ارجع عيد من الاول لحتى وقت يجي الامتحان يكون انا هذا مرسخ بالعقل الباطن عندي، انا ما في داعي يعني خلقت بهالطريقه ذاكره بعيده المدى. وبرجع بقول في عندي النماذج الامتحانيه، تدريب على النماذج الامتحانيه بتساعد الطالب الحفظ بطريقه الكتابه على الورقه والقلم. هو كل ما شغل حواسه اكثر. هلا ذكرتيني انا بالبروفيسور تبعي بالمانيا كان قبل المحاضره اللي واقفه قدام المرايه يحكي مع حالك كانك عم تشرحي للعالم. فهي انا شغلت حواسي اكثر انه انا عم بسمع شو عم بحكي، عم درجه التركيز تبعي وانا عم اعيد الافكار حاسه انه في حدا قدامي بده يناقشني. فكل ما شغل حواسه اكثر ان كان بالكتابه ان كان بالصوت العالي تماما ان كان بالنقاش بيعطي. في مقوله هلا كمان ذكرتها للبروفيسور فرانكلين كمان هو خبير بالتعلم والتعليم، بيقول tell me I will forget، اذا انت قلت لي رح انسى. صحيح. teach me I will remember، علمني بتذكر. but involve me I will teach I will learn، انه خليني ضمن الصوره، خليني متضمن او شاركني فانا رح اتعلم. دائما لما منشغل حواسنا لنصير متضمنين الموضوع منتعلم. يعني معلومات كثير مهمه عم تضولنا عليها اليوم ضمن صباحنا. طب خلينا نحكي كمان عن جانب ثاني، فينا نقول المسؤوليه الكبيره اللي بيحملوها الاهالي اليوم لطلابهم للاطفال. يعني بيقولوا لهم انه خلص انت لازم تصير دكتور، انت لازم ما يروح لك ولا علامه. بيروح هذا الطالب على الامتحانات بتلاقي عنده هذا الخوف انه اذا رح له نص علامه شو رح يكون ردود الافعال، قد ايه رح يصير عنده هون ضغط نفسي. خلينا نوضح انه هذا الشيء ممكن يكون تحفيز نوعا ما للطلاب، ولكن اوقات لا ممكن فعلا ياثر على نتيجتهم ويصير عندهم مشاكل نفسيه اليوم بحياتهم. تماما، لا ما له تحفيز ابدا. لما بيجي الاب بيقول لابنه اذا ما دخلت مثلا الفرع الفلاني او اذا ما طلعت مثل ابن خالك وابن عمتك وجارنا، ليك جارنا قديش عم يدرس، هذا ابدا ما له اسلوب. دائما هلا حكيت انه لما بدنا نوجه طلابنا بنوجه طلابنا لانه على الانجاز، انا بدي احقق الحد الاعلى من الانجاز خلال دراستي لهذا الكورس. انا لازم الاهل طبعا حلو من الاهل كثير، في اهل ما عندهم وقت ولكن في اهل بيكونوا عم بيراقبوا بشكل عام، انا ابني هلا قعد هالساعتين او هال 25 دقيقه انجز؟ هذا السؤال يلي لازم يسالوه الاهل للطالب، انت انجزت؟ شو انجزت؟ حققت؟ خلص انت درست او لا؟ ولكن انه يروح لابعد من هيك، انت اذا ما درست الفرع الفلاني، اذا ما جبت علامه كامله، فهذا رح يحط الطالب ضمن نطاق القلق ورح يكون اقل انجاز. يمكن الاهل لازم يكونوا اليوم مع حل وسط. في اهالي كمان بنلاحظ انه ذكرتي نقطة عند حضرتك انه ما عندهم وقت، يمكن في اهالي حتى عندهم وقت ما كثير بيهتموا بهذا الموضوع، والطالب كمان بيأثر على نفسيته انه اهلي ما عم بيوفروا لي هذا الجو، ما عم يهتموا بموضوع دراستي، يمكن فترة الامتحانات بتكثر مشاويره انه انت اقعد دروس نحن بدنا نطلع، فكمان هذا بيأثر سلبي. يعني لازم نحن اليوم يمكن نتعادل نكون حل وسط. طبعا تعامل الاهل لازم يتراوح بين الشده واللين، يعني لا الشده الزايده رح تجيب نتيجه ولا اللين الزايد رح يلاقي نتيجه، ولكن احساس الطالب انه انا حدا معي بحبني، الحب تبعه ما انه مشروط بالانجاز، وبس هو عم بيراقبني انا شو عم بشتغل وانا عم بدرس، يعني انا شو انجزت، فهذا لحاله احساس بكفي، احساس ايجابي بيولد عند الطالب حافز منه لحاله، الطالب بيقتنع ساعتها. اما انا اذا بدي استخدم اسلوب القسوه واسلوب الشده وحسسه للطالب انه انا ما بحبك اذا 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 ما جبت هيك واذا ما عملت هيك، فهذا رح يخفف عن رح كثير تنزل الانتاجيه، ما رح تطلع نهائيا. اكيد معلومات كثير قدمتي لنا اياها، بدنا نتشكر حضورك معنا روبا خضور اخصائيه في طرائق التعليم وتطوير المناهج، واكيد بنتمنى التوفيق لكل الطلاب اكيد، وتمرق هالمرحله هيك بدون توتر وتكون هاديه، واكيد كل حدا يحقق اللي بيتمنى. فتره حرجه كثير للطلاب هلا لان كان بالانتقاليه والثانويه والاعداديه، بنتمنى لهم كل التوفيق، بنتمنى لهم اجواء دافئه بالعائله تخليهم يحققوا
أعلى مستويات الإنجاز. آمين يا شكراً رب. شكراً لك دكتورة رباية ولحضورك الحلو معنا لليوم، نورتينا. كملين معكم ورح نتعرف على أحوال الطقس معك يا ليلى. تماماً يا هايدي، مثل ما تعودنا كل سبت نتعرف على أحوال الطقس الجوي المتوقعة. ما حناخذ اتصال مع المتنبئ الجوي حسان جردي ليعرفنا على آخر أحوال الطقس. يسعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخير. يسعد صباحك. بداية خلينا نتعرف على أحوال الطقس المتوقعة. مثل ما عم نشوف بالنهار عم تكون يمكن درجات الحرارة شوي عالية، الشمس قوية، بالمساء عم نشوف درجات الحرارة عم يصير كتير في برودة، وعم يصير هواء يمكن عواصف كمان، في تخوفات يمكن في كتير ناس عم تشوف على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إنه في عواصف رح يصير كوارث. خلينا نوضح هذا الشيء ونعرف درجات الحرارة لهذا الأسبوع، هل في منخفضات وأيضا درجات الحرارة بالمحافظات السورية؟ شكرا عينك. هلا بداية صباح الخير من جديد لإليك السورية. بشكل عام احنا ضمن حالة عدم استقرار بالمنطقة الأسبوع الماضي وأثرت على أغلب المناطق والمدن السورية، ولكن بشكل عام يعني سهل التأثير رح يكون بشكل أوضح خلال اليومين القادمين بالمنطقة الساحلية والشمالية الغربية والشام الجزيرة. الشيء اللي يميز الطقس خلال اليوم هو النشاط بسرعة الرياح الغربية واللي عم تتجاوز سرعة الأمواج بعض الأحيان 12 كيلو بالساعة، خاصة بالمناطق الجنوبية والوسطى والساحلية، كثير غبار في المناطق الساحلية بشكل عام. الأجواء بالذات الولايات المتحدة الامتداد في الجنوبي، تعرف خطر للتيارات الغربية في طبقات الجو العليا، تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل مثل هذه الفترة من السنة، والجو ربيعيا معتدلا غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيئة لهطل الزخات من المطر في المنطقة الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشرقية. تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد ببعض الأحيان خاصة في المنطقة الساحلية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والقلمون. الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز 80 كيلومتر بالساعة خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية، تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج. على أنهار بكرة في انخفاض ثاني على درجات الحرارة، الحرارة رح تكون أدنى من المعدل من درجة إلى 3 درجات مئوية بأغلب المناطق والمدن، خاصة رح نلاحظ الانخفاض الأكثر هو يوم الاثنين ونشعر بهذا الانخفاض يوم الاثنين بإذن الله. الأجواء بتضل ربيعية معتدلة بشكل عام، فرصة الهطول المطري رح تكون جيدة جدا خلال مساء يوم الأحد والاثنين في المنطقة الساحلية، فرصة بتضل موجودة ولكن الفرصة الأكثر رح نلاحظها بالليل في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، وفي فرصة لاحتمال هطول الأمطار بمناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحيانا في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية. تظل الرياح الغربية الجنوبية غربية، الهبات تتجاوز 70 كيلومتر بالساعة في المناطق الجنوبية والوسطى، تثير الغبار في المناطق الداخلية، البحر عالي ارتفاع الموج، بنحذر من ارتفاع الموج، ممكن الموج يتجاوز نهار الأحد المترين ونص مع النشاط الكبير بسرعة الرياح. هلا اليوم وبكره وبعد بكره النشاط رح يكون واضح بالنسبه للرياح تحديدا بالساحل مثل ما ذكرت، الهبات اليوم 80 كيلومتر، هذا بيؤدي على ارتفاع بسرعه الموج، والامواج رح تكون تقريبا من المترين للمترين ونص في بعض الاحيان. تستمر معنا الاجواء هيك حتى يوم الثلاثاء، بتبلش الاجواء الثلاثاء تميل للاستقرار وبتبلش الحراره ترتفع بشكل تدريجي وتصير الاجواء اجواء غائمه جزئيا، وتظل ترتفع الحرارة حتى نهاية الأسبوع لحتى تتحول الأجواء من أجواء ربيعية معتدلة إلى أجواء ربيعية، رح تكون حارة نسبيا نهاية الأسبوع يوم الأربعاء والخميس القادم، حرارة رح تكون أعلى من المعدل يوم الخميس من 3 إلى 5 درجات مئوية بأغلب المناطق، والرياح رح تتحول لرياح شرقية لجنوبية شرقية للخفيفة والمعتدلة، عم تنشط سرعتها ببعض الأحيان. هلا بشكل عام حالة عدم الاستقرار اللي عم نشهدها بدأت تؤدي لهطولات مختلفة بمناطق متفرقة بتضل مستمرة معنا حتى منتصف الأسبوع، من منتصف الأسبوع حتى نهايته رح ترجع الأجواء تستقر وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حتى تصبح أعلى من المعدل نهاية الأسبوع
من 3 إلى 5 درجات مئوية يوم الخميس القادم. وبنلاحظ نحن الفروقات ما بين الليل والنهار، بس بشكل عام رح تضل الأجواء رغم هذا الارتفاع أجواء ربيعية معتدلة هي سيدة الموقف. وبالليل رح نلاحظ أنه في نسمات برد خفيفة وخاصة بالمناطق الجبلية والمناطق العالية. هلأ دائما بنحذر نحن خاصة بالمنطقة الساحلية يوم الأحد والاثنين من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات والأماكن المنخفضة بسبب غزارة الهطل المطري. بنحذر من ارتفاع الأمواج نتيجة الرياح العالية والتي تتجاوز الهبات 80 كيلومتر بالساعة تحديدا بالساحل والجنوب والمنطقة الوسطى والشمال. الأمواج ممكن تزداد تتراوح بين 2 إلى 2.5 متر يوم السبت والأحد والاثنين. تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والتدريب المسارة بسبب الرياح في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والجزيرة والبادية. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 26-13، القنيطرة 22-10، قلمون المرتفعات الجبلية 11-7، درعا 24-13، السويداء 20-9، المنطقة الوسطى 5-5، 26-15، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 30-14، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 25-19، الشمال حلب وإدلب 26-15، دير الزور الرقة البوكمان المنطقة الشرقية 31-18، وأخيرا بالبادية السورية مدينة الزور 28-15. أكيد بدنا نتشكرك أستاذ حسان على المعلومات اللي قدمت لنا إياها. أما نحن مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، ولا رح نروح لا فقرتنا الطبية. أكيد بنتمنى الصحة والسلامة للجميع، لكن اليوم كثير من الأشخاص بيعانوا من اضطرابات متعددة من بالأسنان، لكن يمكن أصعب شيء يا هايدي اضطرابات الأسنان. يمكن كثير من الأشخاص يقولوا أصعب شيء عندنا وجع الأسنان، الاضطرابات اللي بترافقها، لكن اليوم رح نحكي عن اضطرابات المفصل الفكي الصدغي. قديش بيسبب من آلام للشخص اللي بيرافقه هذا الشيء؟ صحيح، موضوع الطبي كتير مهم، بيعانوا منه نسبة من الأشخاص، وحقيقة يمكن أعراضه كتير مزعجة، بيكون في ألم، بيكون في صداع، صعوبة بالأكل، كتير من المشاكل يلي ممكن يتعرض للشخص. رح نتعرف اليوم أكثر مشاهدينا عن اضطراب المفصل الفكي الصدغي، نعرف أعراضه، أسبابه وطرق علاجه، وأيمت نحن ممكن فعلا نزور الدكتور. خلونا نتعرف تفاصيل أكثر مع ضيفنا اللي صار ضمن استوديو الدكتور حسين عبد الكريم، اختصاصي بامراض الفم والاسنان وجراحتها. اهلا وسهلا دكتور. يسعد صباحكم، يسعد صباحكم، صباح جميع المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. من السلامه للجميع. اكيد ان شاء الله تكون فقرتنا اليوم مفيده للجميع، وياخذوا منا معلومات تقدر تساعدهم بايام ان شاء الله. مثل ما بنعرف دكتور، يمكن اصعب شيء اضطرابات الاسنان، وكثير من الاشخاص بيكرهوا او بيعانوا يعني من الروح على عن طبيب الاسنان، انه نحن الاضطرابات الاسنان بيحاولوا باي طريقه انه يسكنوا او يلاقوا حل ليطالعوا حالهم من هي المشكله. يمكن انا هيك بلاحظ انه اصعب شيء الم الاسنان. خلينا بدايه نتعرف شو هو اضطراب المفصل الفكي الصدغي. خلينا بس ننوه على موضوع اضطرابات الاسنان، هي اهم شيء عندنا نحن نعرف شغلة واحدة، وطالما كل العالم بتخاف من طبيب الأسنان رح يضل في اضطرابات، خلينا ناخذ نحن أنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. خلينا دائما بموضوع العناية الفموية، بموضوع المحافظة على الأسنان، تشيك دوري، نكون مشكلة صغيرة نحن ممكن نتفادى مشاكل تماما. كبيرة. هلا قبل ما نفوت على اضطرابات مفصل الفك الصدغي، بدنا نعرف شو هو المفصل الفك الصدغي. مفصل الفك الصدغي هو عبارة عن مفصل بيربط ما بين عظم الفك اللي هو العظم المتحرك الوحيد بعظام الجمجمة مع قاعة الجمجمة. طبعا بيصير الاتصال بين او بيتم الربط بيناتهم عن طريق الياف او اربطة عضلية، وعن طريق عضلات هي اللي بنسميها العضلات المضغة. وطبعا منطقة الاتصال بتكون ما بين العظم عظام الجبهة وما بين العظم الفك السفلي، بيكون في عندنا بيناتهم نحن قرص مفصلي بنسميه نحن، هو عباره عن مثل صفيحه او قرص هو متليف بيجي ما بين عظم الفك وما بين عظم الجمجمه. هلا بالنسبه للاضطرابات، طبعا في كثير مشاكل بالنسبه للمفصل الفك الصدغي. بتلاقي مثلا مريض جاي لعنا نحن، دكتور على طول انا عم اشتكي مثلا من الام بعضلات الوجه، دكتور انا عم اشتكي مثلا احيانا بيطلع لي صوت طقطقه بالفك لما عم اكل او لما عم افتح تمي او لما عم اتاوى. في منهم مثلا بيقول لك انه دكتور انا بيعلق فكي لما بفتح تمي على الاخيل او لما بتاوى. ممكن احيانا مثلا يجيك مريض يقول لك انه انا عندي مشاكل بالاذن،
عم حس داني عم تطن بشكل دائم، ما بيخطر على باله انه ما بيخطر على باله لانه ممكن تكون مشاكل بالاسنان او مشاكل بالمفصل الفكي الصدري. طبعا هي المشاكل كلها نحن دائما بتترافق احيانا مع الم من خفيف لمتوسط، في بعض الحالات الشديده بنوصل لمرحله انه الم شديد، الم شديد او مبرح يعني ممكن ما ينام المريض. طبعا في من الاسباب المباشره له يعني عندك الصرير الاسنان، ممكن تكون اسباب رضيه رضع المفصل، ممكن يكون المريض مثلا ممكن يستخدم جهه اكثر من جهه بالاكل لفتره طويله، ممكن يكون عنده مشاكل عضليه او بشكل عام شد عضلي هو بجسمه، ممكن يكون عنده خراجات اسنان، ممكن يكون عنده مثلا راس العقل طالع بوضعيه كثير سيئه وعامله مشاكل، ممكن يكون عندنا نحن مشاكل عامة أو جهازية مثلا مثل التهاب مفاصل روماتويدي، ممكن يكون عندنا احنا كمان عندنا احنا تنكسات بالعظم، ممكن يكون تنكسات بالمفصل بيرجع بينشأ عندنا بروزات عظمية على لقمة عظم الفك السفلي. طبعا العلاجات تختلف بناء على التشخيص، نحن بنحاول نشخص المريض. طبعا مو من أول شيء بيلجأ لأنه يشوف طبيب الأسنان وهذا خطأ. نحن من اول ما بنشتكي من باي شكوى سواء كانت بالاسنان او بغير الاسنان، الافضل انه احنا نشوف مختص تماما ما هو يوجهنا يوجهنا لطريقه علاج. ممكن تكون احيانا علاجات بسيطه هي عباره عن تمارين او معالجه فيزيائيه لعضلات الفك، ممكن تكون انه توجيه سلوكي انه مثلا انت عم تاكل على الجهه اكثر من هي الجهه انتقل على هي الجهه، ممكن يكون نخر بسيط بهي الجهه مانع عم ياكل على الجهه المتاذيه عم صار عم ياكل على الجهه الثانيه. ممكن يكون احيانا نضطر ان احنا نعطيه مثلا مرخيات عضليه، نعطي مسكنات الم، ممكن نعطيه احيانا بالحالات المتقدمه ممكن احنا نحط كورتيكوستيرويد بالمفصل كمان نحقن وحقن فيه. ممكن احنا احيانا نوصل للجراحات الواسعه، ممكن احيانا تنظير بسيط، ممكن ابره بوتوكس على العضلات على الاطراف الموجوده بالمفصل، يعني كله هذا بيندرج تحت اطار العلاجات. طبعا مثل ما قلنا احنا العلاج بيتدرج معنا حسب شو هي درجه المشكله الموجوده عندنا احنا بالمفصل. طيب دكتور خلينا نرجع شوي نركز على اسباب حدوث هذا الاضطراب وننوه كمان ممكن يكون سبب نتيجه علاجات تجميليه خاطئه اليوم، تلبيسات خاطئه ان كانت خصوصا الاشخاص اليوم اللي بيلجؤوا لتجميل الاسنان بيلجؤوا لعلاجات عديده مثل الفينير اللومينير. خلينا نوضح دكتور اذا طيب في علاقه بهذا الموضوع. نحن ننتبه على نقطه كثير مهمه بالنسبه للمعالجات او المفهوم الشائع هو التجميل او التلبيسات. نحن لما بتكون لنا التلبيسات محافظين نحن على اطباق سليم واخذين علاقه اطباقيه صحيحه قولا واحدا نحن ما عندنا مشكله بهذا الموضوع. تمام. اما لما بيكون في عندي انا مثلا جهه مثلا مطبقه بالاسنان اكثر من جهه، في عندي جهه عاليه صحيح. في عندي تلبيسه ممكن تكون هي نقطه صغيره احيانا بتعمل مشاكل، ليش؟ لانه صار في عندي خطا بالموضوع العضلي، عرفتي كيف؟ بتصير عندي هاي المشاكل طبعا بتعمل الام، بس هذا بده وقت طويل لحتى يصير، مو فورا مو بشكل مباشر بيصير. تمام. طب دكتور اذا بدنا نحكي اكثر الفئات اللي بيتعرضوا لهذا الشيء، هنون الاشخاص اللي عندهم كثير ستريس او حاله توتر، الفئات او الاعمار الصغيره او الاعمار خلينا نقول كبار السن اكثر اللي بيتعرضوا لهذا الشيء. هلا مثل نرجع على نفس الموضوع حسب الاسباب. هلا ممكن تكون في حاله سببها هو التوتر، ممكن طالب فتره امتحانات بيكون متوتر، ممكن يكون مثلا صبيه مرأة بازمه عاطفيه، ممكن يكون شاب عنده ازمه ماليه، ممكن يكون كله هذا ضغط نفسي بصير بده يكز على اسنانه، خصوصي بموضوع الصرير الليلي. صرير الليلي نحن ما يعني المريض ما بيتخيل كميه القوه اللي ممكن يطبقها هو من المفصل على الاسنان، من قوه الشد على الاسنان، وبالتالي هي كمان بتسبب الام مفصليه. بفيق الصبح ممكن يشوف حس انه وشه صار عباره عن كتله مشدوده ما عاد في يتحرك، بحس بالم اذا بده يفتح تمه. فهذا الموضوع نحن بدنا نتداركه ونشوف شو السبب ونعالجه. هلا اذا قلنا نحن انه ضغوط نفسيه، طبعا نحن ما فينا نشيل ضغوط نفسيه عن حدا، وبالتالي بدنا نلجا نحن لموضوع انه نحن لا ممكن نعطيه مسكنات، ممكن نعطيه نحن مرخيات عضليه، ممكن نعطي حتى كمان في بعض الحالات مضادات الاكتئاب مشان تساعده كمان تخفف الارق، بتساعده على النوم وتساهم كمان بزياده تاثير المواد. تمام. هلا دكتور بفترات الامتحانات هلا طلابنا مقبلين على الشهادات الثانويه والاعداديه، قديش هي الحالات عم تكثر؟
هلا بفترات الامتحانات هي عباره عن فتره ضغط نفسي، خصوصي انه نحن موضوع او ثقافه المجتمع عندنا هي انه انت بكالوريا، انت شهاده، انت خلص هذا مفصل حياتك، انت هون حياتك كلياتها بتتحدد بال بهالكم شهر هذول، او مصيرك انت يا اما بتكون يا اما ما بتكون، فهون هذا كلياته ضغط عم يسبب. لا خلص اترك طالب على راحته. هذا بيسبب لهم تأثيرات. ما بهمني انه كل طلاب سوريا يطلعوا اطباء، ولا بهمني انه كل طلاب سوريا يرسبوا. في طالب بده يرسب، في طالب رح ينجح بمعدل جيد، في طالب رح ينجح بمعدل ممتاز، طالب رح يفوت صيدلة، طالب رح يفوت حقوق، طالب رح يفوت اعلام، طالب هيك يعني حنترك الطالب وراحته وامكانياته. ضروري ننتبه قد ايه بيسبب لهم التوتر الام جسدي. هذا التوتر او حاله التوتر هي سببها الاهل بالنسبه للطلاب. هلا في عندك مثلا بعض حالات التهابات المفصل او اضطرابات المفصل اللي بتصير عندنا بتصيب فترات عمريه معينه، وهي انتم كصبايا مثلا ما بين 20 ل 30، وفي عندك النساء بعد سن الياس كمان نتيجه تغيرات الفيزيولوجيه اللي بتصير بجسمها كمان ممكن يصير عندها هذا الموضوع. هل عندك هشاشه العظام عند المرضى كمان ممكن ياثر؟ التهاب المفاصل الريوماتيدي هذا كمان هو مرض مناعي ذاتي كمان ممكن ياثر عندنا على موضوع المفصل. طيب خلينا نروح نحكي عن رحلة العلاج لاضطراب المفصل الفكي الصدغي. اليوم في عنا علاجات دكتور، ممكن نحن نبلش هذا الشيء بعلاج دوائي أم لا نحن لازم نروح للعلاج الجراحي؟ كيف اليوم بيتم اختيار العلاج المناسب لكل حالة؟ طيب هلا بالنسبة للعلاج قلت لك نحن فينا نبلش فيه بحبة السيتامول، وفينا نبلش فيه قبل السيتامول كمان لسه بالمعالجة الفيزيائية. معالجة فيزيائية تدليك للعضلات مع كمادات دافية أحياناً وأحياناً باردة حسب الحالة، بترخي العضلات وبتساعد على أنه نحن نريح المفصل. الشغلة الثانية قلت لك ممكن مسكنات الألم نبلش يعني مسكنات خفيفة، ممكن أحياناً نضطر لنعطي أنه أيبروفين أو نعطي ديكلوفيناك أو نعطي مسكنات قوية لحتى يسكن الألم. العلاج الثالث ممكن احنا مثلا بحالات متطوره قبل السهاله سمح لينا ما فتنا على الجراحه. الجراحه طبعا هي اخر مجال، اخر شيء احنا بنفوت عليه. تمام. يعني جراحات المفصل الفكي الصدغي الى تحفظ شوي لانه هو المفصل من اعقد المفاصل الموجوده بالجسم. خلينا نفوت نحن على موضوع ممكن نحن احيانا نلجا لحقن البلازما، حقن البوتوكس بالنسبه للمفصل الفكي الصدغي كمان ممكن يكون هو علاج محافظ. ممكن نفوت نعمل شيء اسمه حقن الكورتيكوستيرويد بعد دوائي بنحطها نحن ضمن الفراغ ما بين المفصل ما بين العظم والقرص والعظم الثاني. تمام. ممكن نعطيه نحن هذا كبخف الالتهاب. ممكن نحن كمان نفوت لسه ساتنا ضمن العلاجات المحافظة هون البسيطة، نعمل تنظير نحن للمفصل الفكي كمان نعمله، ممكن نعمل شيء بسموه البزل وعبارة عن بدخل نحن مثل قنية للمفصل فراغ المفصلي وبنحقن ضمنه مواد غسل وبننظفه وبنرجع نسحب المادة اللي نحقنها. تماما دكتور، إذا بدنا نحكي شوي عن طرق الوقاية، هل في وقاية فعلا لاضطرابات لنمنع تصير هي الاضطرابات بالفك؟ تخفيف التوتر هي أهم شيء. تمام. بدنا نشوف نحن اذا مريض عنده صرير ليلي ممكن نحن نحط شيء بنسميه نحن الجبيره الفمويه او صفائح العظم، هي بتحمي من هذا. هي خلي يحط يعني هو بدل ما يكون عم يعض على اسناره بشكل مباشر في شيء عم يخفف الصدمه. انت مثل لما بتحطي مثلا خلينا نحكي مخده ما بين الخشب وما بين راس البني ادم، ما بين واحد نايم على الخشب ما بين واحد نايم على المخده، صار في عندنا وساده عم تحمي. هاي بتخفف كثير من الضغط على الاسنان. هذه احط طرق الوقايه وهي كمان طريقه علاج ببعض الاحيان. طيب في حال نحن اهملنا الوجع اليوم دكتور، شو المضاعفات او الاخطار او الاثار السلبيه اللي ممكن تصير اليوم وتصيب المريض؟ مثل اي مرض نحن عندنا نخر اسنان بسيط، اذا اهملناه بده يوصل لعنا لصحب عصب وتلبيس، بده يتفاقم. عندنا التهاب مفصل او مشاكل مفصل بسيطه ممكن تكون تنحل معنا اتلك بتدليك مساج، ممكن بعدين نوصل. طيب ماشي اهملناها بمرحله هي، انتقلنا لمرحله تكون بسيطه مثلا بس تنكسات بسيطه بالعظم. هذه ممكن تكون ردوده نحن في حال احنا اتبعنا طرق علاجيه جيده او مناسبه، احنا
احنا ممكن نوقف عن هذا الحد ونمنع عن الزيارة او ممكن حتى انه تتراجع. يعني ممكن دكتور تنتشر لباقي اعضاء الوجه، ممكن للاذن بنسمع كثير الالم بالاذن بصير اما انه الالتهاب يوصل للاذن لا قولا واحدا. هلا ممكن هو ينتقل من التهاب المفصل يجي بسموه التهاب مفصل العدواني او العدوائي عفوا. العدوائي هذا بيجي نتيجه عدوى، ممكن تكون من عظام الجمجمه او عظام المحيطه، ممكن تكون من عضو ثاني عن طريق الدم. تمام. طب دكتور اذا بدنا نحكي عن مده الاهمال، خلينا نقول من خلال الحالات اللي بتجي لعند حضرتك بالعياده، ممكن يهملوا هاي القصه قديش مده الاهمال بتكون لحتى توصل الشخص فعلا خلينا نقول لعوامل من الخطوره، او لحتى هون ما في اي علاج غير العلاج الجراحي له؟ هلا احنا ما فينا نقول انه احنا ما في غير العلاج الجراحي الا بعد نعمل صوره اشعه بانوراميه لنشوف وضع اللقمه وعظم الصدر مكان ارتكازها، ممكن نحن نشوف نضطر نعمل كمان حتى رنين مغناطيسي، او ممكن نعمل سي بي سي تي هذا ثلاثي ابعاد كمان نشوف اذا في عندنا تنكسات او اذا في عندنا بروزات عظميه على العظم المفصل. يعني الجراحه ما فينا نقرر نحن الا بعد مجموعه من الدراسه مجموعه من الفحوصات الشعاعيه والسريريه. طبعا موضوع انه نحن قد ايه المده لحتى نتركه ما فينا نقسم، تختلف من مريض لمريض. مثلا اجت راجعت عياده مره مثلا مريضه كان صار لها 3 شهور بتراجع اطباء وكله يعطيها مرخيات عضليه، مرخيات عضليه ضلت هي 3 شهور على شلموني عم تشرب بس كوكتيلات وعصير. طب هون نحن لازم نتداخل، تداخل هون نحن بدنا نحاول نفتح لها تمها لها شيء، لما عم تحس بالالم عم تضل مسكره تمها، بدنا نعطيها نحن لو كان صدمه ممكن نحن تمارين نعطيها اياها انه تفتح تمها بشكل تدريجي عن طريق خافضات اللسان اللي هي قطع خشبية خافضات اللسان نعطيها. ونفرض هلا اليوم فتحت تمها مثلا بمعدل 4 خشبات فوق بعضها، بكره بتزيد وحده بيناتهم مثلا بصير عندها 5، هيك لمده اسبوع نوصل لفتحه تم تقريبا 3 إلى 3.5 ميلي. ممكن نحن نضطر نعطيها شوي ضغطه اول شيء حتى لو تالم مريض اول جلسه، ممكن نحن نعطيه ضغطه شوي قويه لحتى نكسر عنده حاجز الالم بس. تمام. بالختام بدنا مجموعه نصائح وارشادات من حضرتك دكتور عن هذا الاضطراب، ونركز كمان اهميه الحفاظ على صحه الاسنان والتشيك دائما اذا في اي مشاكل. هلا بالنسبه للمفصل الفك الصدغي انا بفضل انه اي حدا بيشتكي من اي مشاكل لو كانت عم يحس انه عضلات وجهه عم تتشنج او يكون عنده مثلا الام او بيحس حاله عم يصير عنده صرير بشكل دائم، بفضل انه من هاي المرحله يبلش متابعه مع الطبيب، نحن نتقي شر القادم يعني او التطور الحالي. تماما اكيد. بالنسبه لالام الاسنان طبعا هاي النصائح بشكل دائم نحن لازم نعطيها، التفريش عنايه فمويه، تفريش اللسان كمان كثير مهم. صحيح. تنظيف الخيوط كثير مهم، خصوصي هلا للي عندهم تركيبات اسنان او اللي بيعملوا هاي الابتسامه هوليود والتجميد، نحن المفروض عندنا انه نحن في شيء اسمه الوتر جيت او جهاز ازاز مائي. هذا كثير منيح لغسيل الجيوب اللثويه ما بين اللثه وما بين السن، هي كثير مهم هذا كمان يكون موجود، والا بدهم يضلوا يعانوا من مشاكل ان كانت التهابات للسن كان رائحه فم كان هيك. هذا المفروض الموضوع كمان يكون من اولويات المريض اللي عنده تركيبه. تماما كثير كمان فحص الاطباق بالنسبه للدكاتره او الزملاء اللي عم يركبوا هلا الابتسامات، موضوع الاطباق يا ريت يتم التركيز عليه بشكل كثير كبير لانه هو المسبب يعني هلا حاليا المسبب الرئيسي لمشاكل مفصل الفك الصدغي. تماما. اي اجراء يمكن الشخص لازم يقوم فيه لازم دائما بمتابعه دوريه مع الطبيب، مثل ما ذكرت حضرتك المحافظه على صحه الفم والاسنان وايضا التشيك الدوري مع طبيب الاسنان. اكيد دكتور بدنا نتشكرك دكتور حسين عبد الكريم على المعلومات اللي قدمت لنا، اكيد بنتمنى السلامه للجميع. شكرا ان شاء الله رب العالمين، السلامه للجميع وشكرا لكم على الاستضافه الجميله. شكرا لك دكتور، واكيد بالصحه والسلامه لكل المشاهدين. اكيد ان شاء الله. اكيد. اما نحن مشاهدينا مكملين بمش مشوارنا الصباحي، هلا رح نروح لفاصل صغير ونرجع. وختام مشوارنا ليلى مع فقره كثير حلوه مع الورد، اكيد باشكاله والوانه المختلفه اكيد يلي بتناسب كثير من المناسبات اليوم ولاهميته الكبيره. اليوم رح نضوي على مشروع صبيه ابدعت بصناعه الورد، قد ايه هي القصه بدها ذوق كثير كبير يا ليلى. تماما يا رشا، واليوم كثير عم نلاحظ من الصبايا هايدي كثير من الصبايا عم يحق يعني عم ينتجوا شغلات مشاريع صغيره ليحققوا حالهم ليطالعوا يمكن مصدر رزق لهم، وايضا
كان يمكن هواي او موهبه عم يحققوا فيها كثير من هذا الشيء. اليوم رح نضوي على ابداعات مميزه، يمكن صبيه اليوم عم تشتغل قطع كثير مميزه وبتجذب الانظار، ويمكن نحن كثير بنحب هاي القطع سواء بالمناسبات او كهدايا. بيسعدنا نرحب بالصبيه ريم بوايكي. سعد صباحك يا ريم. صباحك يا رب. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي وبمشروعك الحلو المميز. اليوم عم نشوف كثير من الصبايا والسيدات عم يلجأوا لهيدا النوع من المشروع. خلينا نحن بدايه نتعرف على حضرتك، امتى بلشتي بمشوارك؟ هلا كانت الفكره من 5 شهور ولكن التنفيذ كان من 4 شهور. ما لك زمان. هلا بلشت يعني اخذت معي وقت شهر تقريبا لحتى تعلمت هالقصه عن طريق يعني اليوتيوب والانستغرام، تعلمت هاي الشغله كثير حلو وهي بس يعني اكلت معي وقت. حي تمام. اليوم اذا بدنا نحكي شو اللي خلاكي تتجهي لهالباقات كثير حلوين عم تعمليهم يمكن بطرق مبتكره مثل ما عم نشوف؟ انا هذا اللون بالنسبه لي هذا لوني المفضل. خلينا ناخذه على الكاميرا. كثير حلو حتى لفتت نظري العباره رقيقه كانها نسجت من الغيوم، يعني كل وقت ورد عم تحطي لها هيك عباره. خلينا نحكي شوي عنها. هلا بدايه انا من الاول عندي شغف وحب لهي الشغلات وبحب الصناعات اليدويه، لهيك بلشت فيه. ثاني شيء انه لقيت هي الفكره حلوه كثير بالنسبه للصبايا وهي كثير مرغوبه، بالاضافه انه راس المال تبعها يعني بسيط ومردوده يعني منيح نوعا ما. طيب خلينا نعرف اكثر عن مراحل صناعه هي القطع، قد ايه بتاخذي وقت لحتى تنفذي قطعه؟ قد ايه هيدا الشغل اليوم بده صبر، بده جهد، بده وقت اكثر؟ خبرينا كيف قد ايه بتاخذي وقت اليوم؟ هلا تقريبا كل باقه بتاخذ معي من الساعه ونص للساعتين يعني حسب الحجم. هلا لأشتغلها بدي مواد أساسية هي مثل السيليكون والمقص والكريارات الساتان والأغلفة والأعواد الخشبية. تمام. إذا بدنا نحكي اليوم عن الموديلات اللي عم تختاريها حضرتك، عم تواكبي يمكن الموديلات العالمية أو بتحبي دائما تاخذي الشيء اللي أنت من أفكارك أو حسب الطلب اللي بينطلب منك؟ خلينا نحكي. أكيد هلا عم نضيف لمساتي الخاصة بالإضافة إنه عم واكب الموضة. دائما تتابع على الانستغرام شو في شغلات جديدة. هلا مثل مسكات العرايس، في كثير مسكات عم تطلع ترند فأنا عم قلدها، وبالإضافة إنه بضيف لمساتي وحسب طلب الزبونة أو العروس أو هيك يعني إذا عندها ذوق خاص. طيب قد ايه هيدي القطع اليوم مطلوبة إن كانت بأعياد الميلاد أو إن كانت بأي مناسبة شخصية؟ قد ايش عم بيكون فعليا اليوم طلب من الناس؟ كيف عم تكون ردود أفعالهم على شغلك؟ أكيد كل الصبايا بيحبوا يهدوا رفقاتهم، حتى الشباب عم تاخذ منهم يعني لخطيبته. صحيح. هلا عم يكون الإقبال عليهم كثير كبير، بالإضافة إنه في رضا كثير من الزبائن الحمد لله. حلو. تماما. ريم عم نشوف عبر الفيديو قطع يمكن اكسسوارات يمكن للمناسبات، عم نشوف قطع لتزيين البيت. قديش اليوم الستات بيهتموا بهذا الشيء وقديه في طلب عليهم؟ اكيد هلا كل الستات عم تطلبهم بشكل عام، لانه كلياتنا بنحب يكون في عندنا قطع بالبيت والوان هيك انثويه، فكتير مطلوبة الحمد لله. طيب اليوم كيف عم تقدري تسوقي لشغلك إن كان عن طريق السوشيال ميديا أو إن كان عن طريق أرض الواقع، ناس بتدرى بشغلك أو إن كان شاركتي بمعارض وبازارات؟ شو أفضل شيء حسيتي لو أنت قدرتي فعلا أنه تسوقي لشغلك لتعرفك الناس أكثر وأكثر؟ هلا افضل شيء هو البازارات، بس لسه ما بلشت فيها، ان شاء الله عن قريب رح بلش ان شاء الله. هلا الشغل كلياته عم يكون اونلاين، جروبات الواتس والفيسبوك والانستغرام، يعني كله عم يكون هلا اونلاين، بس ان شاء الله بالمرات الجايه انه رح يكون بالبازارات وعلى ارض الواقع. اكيد دائما السوشيال ميديا الاونلاين اكيد بيوفر كثير من يمكن الوصول لهذا الشيء لعملك. خلينا نحكي اليوم يمكن كل عمل شخص مشروع بيبدا فيه بيواجه شويه من الصعوبات، خلينا نحكي شوي عن الصعوبات اللي واجهتيها. اكيد باي مشروع في صعوبات. اول شيء واجهت صعوبه التسويق،
لأنه أونلاين وهيك، فبالبداية بتكون فريق التسويق ضعيف يعني نوعا ما. هلا عم حاول أدارك هالموضوع إن شاء الله، وإنه كبر فريق التسويق وإنزل كمان على البازارات إن شاء الله. طيب شو الخامات اللي عم تستخدميها؟ شو الأدوات الأساسية والقوالب اللي بتحتاجيها أنت اليوم؟ وعم شوف كمان إنك عم تركزي على الستان، خبرينا أكثر شو السبب. هلا في قوالب لسه أنا ما استخدمتهم، أنا عم حس هاي الطريقة أسهل وأسرع بالشغل. هلا هي ما فيها قوالب، انا عم بستخدمهم عن طريق الساتان، كرالات ساتان بقصهم بقياس معين، وبستخدم الشمع او فيني استخدم الابره والخيط، بس الشمع اسهل. ريم مثل هاي القطعه اللي عم بنشوفها كمان داخل الساتان عم تستخدمي هون الستراس الاكسسوار هذا، يمكن هاي الالوان كثير حلوه. خلينا نحكي شوي عن الالوان، كيف عم تختاريها حسب الطلب، او انت يمكن حسب الفصول، في فصول معينه الى الوان، يمكن كل شخص له الوان مفضله. يعني هي القطعه الوانها كثير حلوه، خلينا نقول ريم هيك على الوان الهدوء والصيف. هلا مرات عم تكون حسب طلب الزبون، انه في بنات بترغب لون معين او مثلا فستانه لون معين، واكيد هلا الالوان الصيفيه يعني مثل الالوان الفاتحه كثير هلا عم تطلب بالصيف، وحسب كمان في جلسات تصوير عم تنعمل وكذا، فعم يطلبوا الوان يعني معينه. ويمكن قد ايه عم تلاحظي اليوم هدول الوردات عم يكونوا دارجين كمان على التيشيرتات على البلوز، قد ايه عم بيكونوا كمان مطلوبين وعم يطلعوا دارجين يعني وحلوين؟ ايه اكيد هلا عم صاير منهم كمان اكليلات للشعر، للطاولات، للبرادي، فكتير عم يكونوا مطلوبين. ما بقى وقفت بس بوكي، لا صارت بأكثر من شيء بالحياة. أكيد عم نلاحظ ريم حتى للمناسبات كتير عم ينطلب بوكيات الورد الساتان، هدول القصص يمكن لهم فينا نقولها، يمكن نقولها بالعامية إنه بيضاينوا أكثر من الورد الطبيعي، ويمكن مطلوبين وبتضل يعني كذكرى عند الشخص اليوم. تماما، هي الفكره انه هي اختلفت عن الطبيعي مشان تضل ذكرى، ومشان الواحد يهدي هديه يعني ما تخرب بعد فتره، فبهيك فيها الواحد يعيد تدويرها ويغسلها وتضل عنده. تمام ريم، يعني مع بدايه حديثنا معك خبرتينا انه انت مالك شيء مبلشي بهذا المشروع 4 شهور، ودائما يمكن الاشخاص لما بدهم يبلشوا اي مشروع بحياتهم دائما البدايات بتكون صعبه، ممكن يكون في كثير من الصعوبات او كثير من التوتر والخوف. انت اليوم ريم كيف قدرتي تتجاوزي هي الصعوبات لتقدري تكملي وتبلشي بقوه اكثر بمشروعك؟ هلا تجاوزت الحمد لله شوي شوي. هلا في اشخاص معينين عم يساعدوني الحمد لله، وكمان فريق التسويق يعني اللي عم بشتغل معه الحمد لله عم يكبر شوي شوي، عم بقدر اتجاوز معه المشكلات اللي عم واجهها. هو دائما ريم يمكن وقت منواجه صعوبات باي عمل كان، وقت نحن بنحاول انه نتحدى هذا الشيء نحن رح نكفي ما نوقف. قديش هذا مهم هيك بالنسبه للصبايا اليوم، يعني اللي عم يسمعونا انه اليوم في صبايا عند اول عقبه بتواجههم ممكن انهم يوقفوا، قديش بيتشجعوا لما بيسمعوا هيك حالات انا واجهت كثير صعوبات وبظروف صعبه بلشت اشتغل لكن كفيت؟ ايه اكيد هلا كل واحد بيواجه صعوبات، وانا مريت بكثير قصص وكثير شغلات، بس اكيد ما رح وقف هون، وعم فكر انه طور هالشيء يعني محليا وان شاء الله لبرات البلد. كثير حلو انك عم تفكري تكبري بمشروعك. طيب اليوم ممكن نشوفك بعد فتره عم تدربي بهذا المجال؟ ان شاء الله، انا عم يعني عم فكر بدرب باكثر من مكان ان شاء الله. انطلب منك كصبايا او هيك انه تدربيهم او يجوا لعندك يشوفوكي وانت عم تشتغلي، كيف بديتي ياخذوا منك شوي هذا الحافز؟ هلا انطلب مني بس اونلاين، مو انه يجوا هيك، فيعني مساعد بعض الصبايا هيك يعني مشان يبلشوا بمشروع جديد. طب خلينا نحكي عن التدريب بين الاونلاين وبين الواقع، قديش في فرق واي الافضل بالنسبه لك؟ لا اكيد الواقع احسن، الاونلاين يعني ما بيعطيك الشيء الكافي، بس اذا الواحد حط بباله اكيد بيتعلم اونلاين كمان. يعني مثل ما تعلمت انا فينا نتعلمه، بس يعني بده يواجه شويه صعوبات يعني. تمام، بالختام ريم خبرينا شو فيك تقولي اليوم لكل صبيه عندها طموح عندها مشروع حابه تفتحه، ولكن هي ممكن تكون خايفه من البدايات، شو في نصائح ممكن توجهيها اليوم لهيدا الصبايا لحتى تعطيهم حافز اكبر؟ هلا اول شيء ما يخافوا من اي شيء بيواجههم، اكيد رح يمروا بصعوبات بالبدايات بس ان شاء الله بيتجاوزوها بعد فتره. واكيد لازم حدا يساندهم ماديا ويساندهم معنويا. اكيد
أكيد نحن كمان نوجه لهم لكل الصبايا يعني. وأنا مثل ما ذكرت عادي بالبداية أنه دائما لازم يكون عندنا هاي الطاقة الإيجابية لنبدأ يومنا وأي شيء بيواجهنا لما بيكون عندنا هذا الحافز لحتى نوضي. أكيد بدنا نتشكرك ريم بوايكي على هدول القطع الحلوين يعني. أكيد بنتمنى لك التوفيق بمسيرتك ونشوفك محققة اللي بتتمني. شكرا لك. شكرا لك وأكيد كل التوفيق والنجاح لك بمشروعك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا. أما هلا هايدي وصلنا لختام حلقتنا لليوم. أكيد نتمنى لكم بقية نهار حلو مثل ما بتحبوا برفقة الأشخاص اللي بتحبون ونهاركم مليء بالطاقة الإيجابية الأمل وتحقيق الأماني. تبقوا بألف خير. باي. شكرا لك يا ليلى. وأكيد نتشكر كل حدا تابعنا بصباحنا غير لليوم ونتشكر المخرج وسام محمد والمعدة حلا سلمان المصورين عمار. شكرا لكم على المتابعة وأكيد لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت بموعدنا بيتجدد معكم. ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير وصحة مشاهدينا. باي باي.